وما هي المدة التي تنتظرها الزوجة بعد فراق زوجها لتتزوج غيره؟ وما المطلوب منها في فترة العدة؟ يقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ويقول: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. العدة مدة تتربص فيها المرأة ولا تتزوج حتى تنتهي، وذلك عند انتهاء الحياة الزوجية، وانتهاءها يكون بالفراق أو الموت. فإذا حصل فراق بالطلاق إن كان قبل الدخول فلا عدة على الزوجة، وإن كان بعد الدخول وجبت العدة، وهي 3 قروء أي أطهار أو حيضات، على خلاف للفقهاء في معنى القرء، وذلك إن كانت ممن تحيض، وهي 3 أشهر إن كانت ممن لا تحيض كالصغيرة والآيسة، وإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل. وإذا حصل الفراق بموت الزوجة فلا عدة على الرجل عند الجمهور، وإذا حصل بموته كانت عدة الحامل هي وضع الحمل، يعني تنتهي بوضع الحمل، وعدة غير الحامل هي 4 أشهر و10 أيام، وذلك من أجل التأكد من براءة الرحم، وفي الموت للوفاء للحياة الزوجية والعشرة السابقة. الفراق يلزمه الإحداد، وهو الامتناع عن الزينة في مدة العدة، وعدة الوفاة مجمع على وجوب الإحداد فيها أيضا. أما عدة الطلاق فالإحداد فيها اختلفت الأقوال فيه ما بين الوجوب وعدمه، وما بين الوجوب في الطلاق البائن وعدمه في الرجع. ومظاهر الإحداد هي الامتناع عن كل ما يتنافى عقلا وشرعا وعرفا مع الحزن والأسف على الفراق، وذلك كالطيب والأصباغ والمساحيق والاكتحال وما إلى ذلك مما كانت تتجمل به المرأة لزوجها في حال حياته. وهذا الإحداد هو الواجب على المرأة إذا طلقت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في المتوفى عنها زوجها: لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا تكتحل ولا تختضب إلا إذا كانت هناك ضرورة لما منعت منه في مثل الدواء. والله أعلم.